كيف أنا كوالد أو والدة الأهل كيف ممكن أعرف إنه ابني يعاني من ارتشاح خلف طبلة الإذن قبل ما ألجأ إلى الطبيب؟ جيد جدا. بالعادة في هاي الحالات الطفل لما يكون عنده تجمع سوائل ممكن قبلها يكون عنده التهاب أذن وصبع، فهذا دليل إنه والله قبل أسبوعين كان في التهاب أذن وصبع أو التهاب حلق حتى بدون التهاب أذن وصبع، والطفل بيكون عنده بعض مشاكل السمع. بضيف لكلامك دكتور إذا تسمح لي إنه بعض الأطفال أيضاً في مرحلة مبكرة من العمر يلجأوا إلى شد أذنهم للتعبير عن الألم خصوصاً إذا كان عندهم التهابات في الأذن، فهذه ملاحظة يجب التنويه إلها للمشاهدين حتى ما نتريث وننتظر كثيراً على أطفالنا، أو حتى هاي الخلطات الشعبية عفواً اللي هي تنقيط في الأذن وما إلى آخره. دكتور أكيد أنتم كأطباء ما بتوصف فيها. شكراً كثير لسؤالك. الموضوع في هاي الحالة الأطفال لما يشدوا إذنهم غالباً بيكون في التهاب أذن وسطى، بيكون في ألم، فالطفل بمسك أذنه، وهي عادة خصوصاً عند الأطفال اللي أقل من سنتين. صحيح. الحالة اللي إحنا بنتكلم عنها بهاي الحلقة اللي هي تجمع السوائل خلف طبلة الأذن ما بتحصل عادة في الأطفال من هم دون سن عامين. عظيم. فهي بالعادة هذا دليل يعني مهمة. يعني نحن إذا طفل عمره سنة غالباً ما راح يكون عنده تجمع سوائل، قد تحدث ولكن نادرة جداً جداً، ولكن غالباً إذا الطفل بشد في إذنه بيكون عنده التهاب أذن وسطى أو ألم من الأسنان إذا الأسنان بدأت تطلع. أما موضوع الخلطات الشعبية لا ينصح. زيت الزيتون دكتور، ليمون. أنا موضوع زيت الزيتون والثومة والبصل والأمور هاي يعني موضوع صار عسل. شوية صحيح. عسل وكل هاي الأشياء اللي بحطوها في بعض الأشياء ممكن تفيد يعني خصوصاً من الخبرة، ولكن أو دكتور لا تناول أو وضع قطرات الأذن العشوائي، يقول لك والله فلان استخدم لابنه قطرة الأذن الفلانية وتحسن عليها وبطل يشعر في ألم، فما تلجأ للطبيب ووصلك لمرحلة الجراحة، أنت خذ هذه القطرة اشتريها من أقرب صيدلية وتنحل مشكلة ابنك. الحالات الطبية أو الحالات المرضية اللي قد يصاب بها الإنسان ممكن تكون مختلفة، طبعاً هي بحر كبير، فلما يجي شخص يستعمل قطرة وتزبط في جزء منها حظ، ولكن بعد تشخيص الطبيب ما في الطبيب بشوف. خلينا نفترض أنه في شخص عنده ثقب في الطبلة وهي حالة شائعة، وزميله استخدم قطرة وزبطت معه، فراح استخدم القطرة الغلط وحطها ودخلت على طبلة الأذن وكانت مثلا علاج للبكتيريا والمريض كان عنده فطريات، هون احنا ساعدنا الفطريات انها تكبر. صحيح. وهذا كلام غلط، لذلك يجب استشارة الطبيب. في بعض المرضى ممكن اقول لهم حطوا زيت زيتون مرة او مرتين في اليوم لمدة 3 إلى 5 أيام اذا كان في عندهم مادة شمعية متجمعة على فترة إذن طويلة. اذا هذا بيعتمد التشخيص الاول للطبيب. نعم. خصوصا في أنف، أذن، حنجرة، في بعض الأعضاء في الجسم يجب عدم الاستهانة فيها أمانة عند التعرض لألام فيها أو مشاكل معينة. فعليا كل الجسم، كل تخصص معنى بجزء معين أو عضو معين في الجسم، فيجب مراجعة الطبيب المختص. شكرا لك. نعم. دكتور سلطان سعد جابر، أخصائي جراحة شكرا أمراض للزيارة. الأنف والأذن والحنجرة، أشكرك على الزيارة وشكرا لكم. شكرا دكتور.